صباح الفل على مشاهدين قناة النادي الأهلي، صباح الفل على أعضاء النادي الأهلي بجميع فروعه. صباح الرياضة، صباح النشاط، صباح الأمل. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن الرياضة، يعني بنتكلم عن الأمل، يعني بنتكلم عن الثقة بالنفس، بنتكلم عن المناعة تزيد في ظل الظروف اللي احنا شايفينها. وبالتالي لو هنتكلم عن الرياضة يبقى لازم نتكلم ان احنا نمارس الرياضة بشكل صحيح عشان خاطر حياتنا تبقى تتمارس بشكل صحيح. النهارده بنتكلم على الاخطاء الشائعه اللي بتمارسنا دايما في الجيم واحنا بنمارس الرياضه، بما ان الجيم لعبه فيها عنف شويه، فبالتالي لو اتلعبت غلط هتاثر بالسلب على جسمك. النهارده اخترنا لكم جميع التمرينات الصعبه اللي فيها معظم المشاكل اللي بتواجهنا في الجيم عشان خاطر نعرف ايه الاخطاء الشائعه وازاي نتفاديها واحنا بنتمرن عشان نوصل للهدف بتاعنا بشكل صحيح بدون اصابات وبدون تعب. تعالوا النهارده نشوف اهم التمارين دي معانا مع كابتن فوكس جيم نادي الاهلي. يلا بينا. اول حاجه يا جماعه بنتكلم على شيست فلات. شيست فلات من التمارين اللي معظم الناس اللي بتتمرن بالذات البيجنر في الجيم تتكلم عليها ان هي بتجيب اصابات، وفي نفس الوقت بشيل اوزان وبتمرن وبتعب نفسي بس مش بلاقي نتيجه لشكل الصدر المطلوب. تعالى نتكلم مع بعض تمرينات ازاي تتلعب بالصح وايه الاخطاء الشائعه ونبعد عنها. اول حاجه القعده بتاعتي رجليا لازم يبقى مشط رجلي لورا عشان يعمل فليكشن او ضغط للعضلات القطنيه عشان اعمل تقوس ووسع مساحه الصدر. دي اول حاجه. تاني حاجه عينيا تبقى تحت البار عشان خاطر لما اجيب البار قدامي يبقى قدام مساحه الصدر وابعد عن الكتف، يبقى انا كده اشتغلت صدر 100%. ابدا امسك طبعا بوسط وسع مستوى كتفي وعينيا تحت البار زي ما قلنا، واعمل فليكشن للقطنيه وفي نفس الوقت اعمل فليكشن للعضلات الخلفيه للكتف عشان خاطر اوسع مساحه الصدر. ابدا العد البار فوق صدري واعمل فليكشن للكتف من ورا واوسع مساحه صدري وانزل زاويه 90 واطلع انفخ النفس، اطلع النفس من بقي. حاجه مهمه يا جماعه وانا طالع بالبار لو تلاحظوا معايا ان انا ما بفردش كوعي، انا بعمل كوعي سفت. مفصل الكوع يا جماعه لو اتعمل له بلوك في التمرين دوت بيحصل خشونه واصابات في مفصل الكوع. اشتغل مع بعض، بنزل زاويه 90 كوعي زي ما احنا شغالين. اوكي برجع البار واقوم تاني ظهري مفروض. هي دي اهم الاجراءات الاحترازيه زي ما بنقول اللي انا لازم اعملها في تمرين الصدر فلات عشان خاطر اطلع بمستوى احسن وبدون اي اصابات. تمرين تاني هناخده تاني مع بعض تمرين الترايسبس او الارم اكستنشن. تعالوا نشوفه مع بعض. عضله الترايسبس او الارم اكستنشن هي من العضلات المساعده في تمرين الصدر زي ما احنا عارفين، وفي نفس الوقت عضله ذات ثلاث رؤوس، يعني هي اهم عضله في الدراع، عشان كده لازم نلعبها صح عشان نبعد لا قدر الله عن اي اصابات. اول تمرين بيقابلنا كتير قوي بنشوف الجيم بيتلعب غلط والناس كلها مش واخده بالها من الموضوع دوت وبيعمل اصابه في كذا مكان في الجسم مش في الارم بس، لا ده بيعمل كمان مشاكل في الكتف ومشاكل في الكوع، بيعمل مشاكل في القطنيه لان وقفتك اصلا غلط. بلس على كده ان وقفتك كمان غلط لان المفروض الركبه تبقى واقفه بشكل معين بمستوى كتفي. تعالوا نشوف الغلط ايه اللي الناس بتعمله عشان نعرف الصح بتاعه ايه اللي هنعمله في نفس الحلقه عشان نعرف الصح من الغلط ويبعدنا عن اي اصابات لا قدر الله. معظم الناس طبعا في الجيم بتلعبها بالطريقه ديت، اسمها كل مفروض، مش مركزه كمان في التمرين، وبتلعب كتفي بيتحرك وكوعي بيتحرك كده يا جماعه. الترايب شغاله معاك بس 100% 10% بس، ده غلط. احنا لازم التمرين بتاعنا عشان نستفيد منه لازم اشتغل 100% وفي نفس الوقت ابعد نفسي عن اي مفصل يتحرك معايا غير المفصل المفروض يتحرك وابعد عنه اي اصابه. طيب تعال نشوف اول من تحت لفوق ازاي اقف وازاي اشتغل التمرين. واحده واحده كده لازم من تحت ابدا الركبه بتاعتي تبقى واقفه بمستوى كتفي، تبقى واقف قدام الجهاز بمستوى كتفي، الركبه بتاعتي تبقى سوفت شويه متنيه سنه بسيطه، عامل شد لعضلات البطن وشد للعضلات القطنيه وصدري مفتوح وفي ميله بصدري لقدام شويه سنه بسيطه وكوعي جنبي. ده بدايه التمرين الصح. بعد كده افرد، ما افردش طبعا قوي ما اعملش بلوك المفصل الكوع، لا يبقى سوفت زاويه 90 اطلع لزاويه 90. ده دراعي شغال زي ما انا شغال كده بالظبط. طيب النفس يشتغل معايا، اخد النفس وانا طالع بالحبل واطلع النفس وانا بعمل مقاومه كده. مش حاجه بتحرك في جسمي خالص غير مفصل الكوع والنفس بتاعي شغال كده، احس ان التعب بتاعي بقى اقل والاداء التكنيك بقى اصح، يعني كده تمرينه شغاله معايا كويس جدا
والعضله بتستفيد معايا 100% زي ما انا شغال كده. خلصت ال 10 او ال 15 او ال 20 تكرار حسب التارجت بتاعي او حسب الهدف بتاعي اللي الترينر بتاعي عامله لي، اخد 30 ثانيه او دقيقه بعد، وانا في خلال ال 30 ثانيه ممكن اعمل استريتش للترايسبس، ان انا في اي زاويه قايمه او مكان ثابت اعمل استريتش للترايسبس كده زي ما احنا شايفين. بعد كده اعمل نفس الكلام في الناحيه الثانيه. بعد ما بخلص الدقيقه بتاعتي بشغل نفس المجموعه. طيب اشتغل 3 مجموعات ولا 4 مجموعات ولا 5 مجموعات واعمل تكرار كام؟ ده حسب التارجت بتاعك. لو انت حد عايز يحرق كتير فانت هتعمل تكرار كتير، لو انت حد وفيع نحيف وعايز تعمل بالكينج يبقى انت ممكن تزود التمرين بتاعك وتشتغل بمعدل 1 ار ام او 10 ار ام، بقى تزود الوزن بتاعك على هذا الاساس وبتعمل تكرارات اقل. بس ده بلس كمان لمنطقه الاكل. طبعا موضوع الاكل موضوع تاني خالص، بس انا حابب برضو اخد الموضوع كله عشان ابعد عن اي اصابات، لان برضو الاكل بتاعك لو مش كويس هتوصل لمرحله الاصابات. احنا بما اننا بنتكلم عن ايه الاخطاء الشائعه في التمرين، احنا برضو لازم نتابع اكلنا كربوهيدرات بروتين عشان ابعد عن الاصابات. تمام. بعد ما بخلص المجموعات بتاعتي واخلص التكرار باخد نفسي بعمل استرتش العضل، يبقى انا كده بعدت عن اي اصابات. ودي كانت معانا تاني تمرين النهارده، وان شاء الله محفوظين من اي شر، وان شاء الله بحلقات تانيه جديده من تكنيك تاني وتمارين تانيه مع كابتن حسام فوكس النادي الاهلي. مع الف سلامه.